طيب مكملين مع الاديتيف مانيفاكتشر، وكنا خدنا قبل كده حوار الليكويد بيست تكنيك وخدنا الست عمليات اللي فيه خلاص. طيب بعد كده كان في حاجه قلنا اسمها السوليد بيست تكنيك والباودر بيست تكنيك خلاص. دول الاثنين دول يعني الكلام فيهم سهل، ومع ذلك حاجه زي الباودر بيست تكنيك دي هتلاقي العمليات بتاعتها مشهوره جدا. يعني في فيديوهات مثلا اللي انا لقيتها عشان شرح العمليات والجوده، العمليات دي في فيديوهات فيها بقى لها 7 سنين فاهم. فانت بقى الانتشار بتاع الفيديوهات، الدلاله بتاعت الكلام اللي انا هقوله يعني دلوقتي، حوار ان انا الاقي فيديوهات بقى لها 7 سنين، ان الانتشار بتاع العمليات دي بقى له كتير مش لسه دلوقتي، على عكس حاجات تانية لما باجي ابحث عنها بلاقي ايه، يا اما ما فيش خالص يا اما الفيديوهات لسه معموله قريب فاهم. فده معناه الانتشار بتاع الحاجات زي السيلكتيف ليزر سنترنج والثري دايمنشنال برينتنج اصلا، دي معناها ان الحاجات دي موجوده بقى لها كتير جدا، فدي منتشره يعني على عكس بقيه العمليات اللي احنا كنا عمالين نتكلم فيها وان هي مش منتشره قوي. لكن العملية زي الباودر بيست تكنيك، العمليات اللي معتمدة على حاجة زي دي هتكون كتير. طيب نبدأ أول حاجة بس رقم 2، كان عندي عمليتين، عملية اسمها السوليد بيست تكنيك ودي بتشمل حاجتين، سوليد فويل بوليمرايزيشن، بوليمرايزيشن يعني، وليمينيتد اوبجكت موديلينج تمام. فلما تيجي هنا في المحاضرة التانية هتلاقي الدكتور بتتكلم عن السوليد بيست تكنيك وبدأت تشرح في السوليد فويل بوليمرايزيشن. قال لك ايه الحوار؟ قال لك بالظبط ان انت بتبدأ تجمد اللي تعمل بلمره اسف ليه الاسطح الصلبه، يعني بتحول ماده صلبه لماده صلبه برضو زي ما هي، بس ايه يعني بعد ما تلزق في الماده اللي قبل منها. يعني اكتر من كونك قبل كده كنا بنعمل ايه، بنحول الماده السائله لو تفتكر لما كنا بنتكلم على الاستيريوسوجرافي، كنا بنقول ان احنا بنجيب بوليمر، البوليمر دوت سائل والماده السائله دي بنبدا نعرضها للليزر تعمل ايه، تتحول لماده صلبه. هنا لا، بقت ماده صلبه تحول لماده صلبه، مش سائله تحول لصلبه تمام. طيب بيقول لي البارت، الجزء اللي بيتم بناؤه هنا بيتم بناؤه عن طريق سيمي بوليمرايزيشن بلاستيك فويل، رقائق من رقائق شبه بوليمريه من البلاستيك خلاص. يبقى بيتم بناء الجسم هنا عن طريق رقائق شبه بوليمريه من البلاستيك، وبيكونوا مرصوصين واحده فوق التانيه، بيحطوا الرقائق دي واحده فوق التانيه، وبعد ما بعرض الرقائق دي للالترا فايولت لايت، السيمي بوليمرايزيشن فويل سوليدفايز، يعني الرقائق بتاعت البلاستيك دي، هنا عندي رقائق بلاستيك اهي مثلا تمام. فبعد ما بعرض منطقه معينه فيها للالترا فايولت بتعمل ايه، بتتجمد المنطقه دي خلاص، عايز اركب جسم فوق بعضه، يبقى ادي الرقائق التانيه، النوع التاني من الرقائق، هعمل الحته دي، هاجي اعرض المنطقه دي هي السيمي للالترا فايولوت، هتتجمد ويلزقوا في بعض وهكذا. طيب وبيلزقوا في بعض، بتتلزق في الطبقه اللي قبل منها. بيقول لك الاريا اوف الفويل دونت كونستنت كونستيتيوت اسف ذا فيجوال بارت ار يوزد تو سبورت ات ديورينج ذا بيلدينج بروسيس اند ايزي تو ريموف وانس ذا بارت از كومبليت. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك ان انا عندي المناطق بتاعت الرقائق اللي ما بيحصلهاش تشكل بيكون ببساطه شديده بتساعدنا على انها تعمل ايه، تعمل بناء دعم زي دعم للجسم يعني، فبيسهل. وبعدين بعد كده بيسهل ازالتها بعد ما اخلص الجزء. يبقى اول حاجه الاريا اللي عندي اللي ما حصلهاش ايفينشوال بارت، اللي هي ما حصلهاش اكتمال او مش مرتبطه بالجزء النهائي تمام. يعني انا مثلا عايز اعمل من الاخر كده عندي جسم بالشكل ده، عايز اعمل رقائق بالشكل ده خلاص، فانا هجيب من الاخر الواح تكون طولها من اول هنا لغايه هنا، وابدا اعرض الالترا فايولت مره لحد المنطقه دي، ومره من هنا لغايه هنا، ومره في المنطقه الثالثه. طب وبقيه اللوح؟ ما هو هنا في بقيه لوح، وهنا في بقيه لوح، وبقيه لوح، بيعمل ايه؟ بقول له بسيبه برضه، بس ليه؟ عشان يساعد الجسم على انه يعمل ايه؟ انه يبقى فيه ثبات. انت دايما عندك لو اللوح بالطول ده اول مره هتجمد من هنا لهنا، تاني مرة نفس طول اللوح بالظبط بس انت حركت اللوح كده، او اسف نفس طول اللوح ده بالظبط بس انت اسف هتجمد من المنطقة دي لغاية المنطقة دي تمام، وهتطلع بسلم زي ما انت عايز خلاص. الحتة الباقية دي هل هشيلها؟ يعني ابدأ اشيلها من الجسم؟ لا، اسيبها زي ما هي ماليش دعوة، وفي الاخر خلاص بعد ما ابني الجسم اشيلها. ليه؟ عشان تكون عاملة زي سبورت بالنسبة لي خلاص. طيب اند ايزي تو ريموف وانز ذا بارت از كومبليت، وسهل جدا ان انا اشيلها مجرد ما البارت اللي عندي بيتشال. للاسف العمليه بتاعت السوليد فويل بوليمرايزيشن ما فيش عنها في البي دي اف ده غير الاربع جمل دول، ان انا بجمد سوليد لسوليد، ان انا هي عباره عن سيمي بوليمرايزيشن بلاستيك فويل،
وان هي بيبدا تجميد للسيما بولمرايزيشن بيسك فويل مجرد ما بعرضها للالترا فايلوت، وان بسم الله الرحمن الرحيم المساحه اللي عندي اللي بتكون الزياده اللي هي ما بشغلهاش بالالترا فايلوت بسيبها زي ما هي عشان تعمل لي سبورت، وفي الاخر سهله جدا ان انا اشيلها. مفيش غير الاربع جمل دول ومفيش اي حاجه عنها على اليوتيوب. خلاص قعدت ادور على فيديوهات او حاجه توضح العمليه، مفيش. تمام، لكن مين تمام. اللي ليها؟ الليزر فويل برينتنج هو بس الحاجه الاخيره اللي هي مشكوره ان قالها. بيقول لك العمليه بتاعت السوليد فويل بوليمرايزيشن دي مش مشهوره، يعني مش مشهوره او مش قال مش مشهوره، الدكتوره اللي قالت ان هي مش مشهوره قوي، لكن اللي مشهوره بقى وشبهها جدا هي الليزر فويل برينتنج، خلاص ال اف بي دي مشهوره وشبهها. طيب التكنيك بتاعها هو نفس التكنيك تقريبا بس باختلاف بسيط. اول حاجه ان انا اللي شغال عندي ليزر، الليزر ده هو اللي بيجمد الماده، وبعديها بجيب ماده تانية من اسف بيكون في شعاع تاني، الشعاع دوت بيكون عباره عن الترا فايلوت، وديت بتعمل ايه؟ بتبدا بسم الله الرحمن الرحيم تقطع الماده. يبقى انا عندي حاجتين، ليزر يجمد والترا فايلوت تقطع، خلاص ده اللي بيحصل. هوريك فيديو دلوقتي الاول، خلينا نشوف الفيديو وبعد كده نشرح عليها. طبعا بعتذر على السوليد فول بس للاسف هي ما فيش حاجه فيها شرح، يعني ما فيش شرح اكتر من اللي مكتوب فيها. أيوة طيب تعالى بقى على الليزر. تمام، صوت. بص ده الشيت، هو بيوريك الشيت بعد ما اتقطع واتلزق في الجسم اهو، بس خلينا نعملها واحده واحده. ده الشيت اللي عندي اللي هو المفروض برضو سيمي بوليمرايزيشن بوليمر، يعني شيت بيبقى يا اما من ميتال او حاجه سيمي بوليمرايزيشن. تمام، طيب وهيبدأ دلوقتي يعرض. بص حط الجسم دوت وبيعرف الليزر ان انت هتخش من منطقة مثلا اكس واحد واي واحد، طبعا بالسي ان سي انت عارف ببساطة شديدة يقدر يحط يحدد المنطقة بالظبط اللي الليزر هيعدي منها. فالليزر هيعدي من مناطق أيوة. معينة هنا، يبدأ يضرب في مناطق معينة هنا، والمناطق دي اللي هي الفجوات يعني، هيبدأ يعمل ايه؟ تطبع على الجسم من تحت، على الماتيريال من تحت. هتشوف دلوقتي، بص هو عمال الليزر يضرب الضربات بشكل متوازن، انت مش عارف هو ضرب ايه، بس لما تشوف الشكل، ثواني ده لك، بص الشكل بدأ يوضح اكتر. كان في شكل يعني، هو كان دي اللي بتضرب دلوقتي دي الالترا فايلوت. تمام، اللي بتضرب دلوقتي دي، معلش شايف المايك، اللي بتضرب دلوقتي دي الالترا فايلوت المفروض وهتقطع الجسم، بس في الاساس كان في ليزر هو اللي حدد لي الجسم من بره. خلاص ده بقيت الليزر بيكمل بيحاول يبني الطبقه بتاعت الجسم او يثبت طبقه الجسم، بعد كده يجيب الالترا فايلوت. دلوقتي بص ده الالترا فايلوت، يبقى اول حاجه ليزر يحدد الكونتور، بعد كده الليزر يبدا يمشي على الجسم كتوتال يمسح الجسم كله، وبعد كده ايه تبدا الالترا فايلوت تقطع. خلاص بيقول لك طبعا العمليه دي مره ورا الثانيه، هيكون لك سطح هيعملها كذا مره، هيقول لك بيكون لي سطح ماشي حلو، هيدني يعمل يمسح ويقطع وهكذا عشان يلزق الاسطح في بعض. مره ورا الثانيه هيطلع لك ايه الشكل ده، هو كان عايز يطلع الشكل ده. ثواني عشان الحته دي مهمه، هو كان عايز كان عايز يطلع الشكل ده. ده شكل كويس بالنسبه له في الصناعه، يعني عادي شغال ومفيش مشاكل، هو كان عايز يوصل له يعني ايا كان بتاع، انت فهمت الفكره، بيبني الطبقه على الطبقه وبيبدا يمسح الليزر، وبعد كده الالترا فايلوت تبدا تعمل ايه؟ تبدا تقطع الجسم. خلاص طيب نرجع تاني للشرح. بيقول لي بقى ايه ال ال بي يو ال ال اف بي، اسف، الليزر فويل برينتنج. بيقول لي يوزد ادول ليزر سيستم، بيستخدم دول ليزر سيستم. يعني ايه دول ليزر سيستم؟ يعني سيستم ليزر يعني زو سيستم، زو نظام ثنائي. تمام، طيب بيقول لي تو ويلد ايتش لاير اوف ميلت فويل اوف ميتال فويل. يبقى الميتال فويل اللي عندي رقائق الحديد او المعدن بتعمل ايه؟ بيحصل لها ويلدنج. خلاص طيب اونتو ذا سبستراكت اوف برايفسلي فابريكيتد لاير، بيحصل ويلدنج لللاير الجديده على المنطقه اللي قبل منها، اند ذن كات ذا كروس سيكشنال كونتور فور نيولي كرييتد لاير. والنظام الثنائي ده واحد منهم هيعمل لحام للميتال فويل الرقائق بتاعت المعدن يلزقها في بعض، والتاني المفروض بيعمل ايه؟ بيقطعها خلاص على الكونتور اللي المفروض يتحدد. طيب ان ال اف بي بروسيس ذا سيكنس اوف فويل كان بي 10 اوف مايكرومتر اور 200 اوف مايكرومتر، يعني من 10 ل 100 مايكرومتر. التخانه اللي عندي ممكن تكون من 10 ل 100 مايكرومتر بتاعت الايه؟ الفويلز الواحده بتاعت الرقاقه اللي هي الرقاقه الواحده. تمام؟ طيب
ذا ال اف بي سيستم اللي هو الليزر فويل برينتنج كونسيست اوف كونتينوس ويف. كونتينوس ويف دي اختصارها سي دبليو، كونتينوس ويف اعرف عشان برضو ممكن تسال الحاجات دي. كونتينوس ويف فايبر ليزر من الليزر اللي هيجمد او اللي هيعمل ويلدنج ليه الرقائق اللي عندي فور ويلدنج يعني ده للحام. اند الترا فايلوت اليو اف، الترا فايلوت الاشعه بتاعت الاشعه الترا فايلوت اشعه فوق البنفسجيه بالسد ليزر فور كاتنج، اشعه بيتم بتدي نبضات عشان تعمل ايه؟ عشان تقطع. خلاص تمام. طيب زي ما انت شايف العمليه دي، اول حاجه الليزر بيم عندي هيبدا يعمل سبوت معينه اللي هي السبوت اللي كانت في الاول خالص عشان يحدد الكونتور اللي هيشتغل عليه، بعد كده يبدا يمسح الكونتور كله تمام، بعد كده يبدا الالترا فايولت تقطع الجسم حلو، بعد كده يدنيه ينزل على الجسم اللي هو المكان بتاعه، بعد كده نرجع نعيد الدوره دي ونلزق عليه او مش نلزق اللي هو نطبع عليه كمان رقاقه جديده. خلاص طيب دي كده كل اللي في الموضوع هنا، يعني ده كده هو شرح كل حاجه موجوده بالنسبه له فين في السوليد فويل بوليمرايزيشن، واللي كان حاجه شبهها سوليد فويل ليزر اسف فويل برينتنج. خلاص الكلام ده فيه مشكله؟ لا تمام. طيب دي كده اول عمليه هنا اللي هي دي السوليد فويل بوليمرايزيشن. تاني عمليه من عمليات السوليد بيزد تكنيك هي الليمينيتد اوبجكت موديلنج تمام، وهننزل برضو في العمليه دي بيقول لك ان انا بجيب بيبر تمام ورقه حلو من الاخر كده ورقه، الورقه دي بيتقال عليها ان ووند، دي معناها اللي هي بسم الله الرحيم كانت من لف التغذيه، يعني ورقه مش موجوده في لف التغذيه او بيتم فكها اسف من لف التغذيه. خلاص طيب انتو ذا ستاك اند فيرست بوندد تمام، وبيبدا يحصل ليها لزق وبتتلزق يعني في البدايه على اللير اللي قبل منها. خلاص يبقى احنا بنجيب ورقه، الورقه دي بتكون في رزمه كده، الرزمه دي بتاعت الورقه تمام اللي هي فيها الورقه عندي ملفوف على بعضه، وابدا اعمل ايه؟ ببدا امشيها على الجسم ده على النظام ده زي ما هو موضح كده، وببدا الزقها على البوند على للاسف على السطح اللي قبل منها. خلاص طيب بيقول لي يوزنج هيتر رولر، عندي هنا رولر مهمته انه يعمل ايه؟ يسخن الورقه دي. طب ليه بيسخن الورقه دي؟ عشان يحاول يلزقها فين؟ يعمل لها زي ميلتن كده للكوتنج اللي بيبقى الورقه عليها كوتنج، بيبقى عليها اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم عليها زي لزق كده، حاجه زي لزق، فلو جيت اسخنه هيبدا يسيل شويه وبعد كده يمسك في الورقه اللي قبل منها. خلاص فانا بعمل ايه؟ بجيب بخلي الهيت رولر ده يسيح الكوتنج اللي تحت الورقه تمام ات اون ذا بوتوم سايد اوف البيبر، يعني انا عندي ورقه فمن تحت كده في كوت تمام، في زي طلاء او زي حاجه زي السمك. خلاص فبسخنه عشان يعمل ايه؟ عشان يروح يسيح شويه وبعدين يلزق في الورقه اللي تحت منه. خلاص طيب افتر ذا ليزر هاز كات اتش بروفايل، الليزر بيبدا يحدد لي يجي بعد ما الورقه دي تيجي هنا كده، يبدا يقول لي ده انا هقطع الحته دي بس لجوه كده والحته دي بالليزر، كل حاجه الليزر كده كده اوتوماتيك، فالحوار يعني هيعرف يجيبها. خلاص طب في المنطقه دي لا مش هقطع نفس القطع ده، انا هقطع من هنا لحد هنا، وكل واحده بتتقطع بشكل فردي بقى على حسب الايه الشكل اللي انا محتاجه. خلاص انت شايف التقسيمه دي صح؟ طيب النيو لير، لير جديده هبدا اجيب بعد ما اخلص، بعد ما يقطع لي الكونتور اللي انا محتاجه هجيب ورقه جديده، والورقه دي هيكون فيها جلو، جلو ده اللي هو غراء يعني، او فيها كوتنج اللي هو برضو الغراء تمام، واحطها من جديد وابدا اكرر العمليه. بعد ما اكرر العمليه هيبدا يحصل ايه؟ فابريكيشن، هتتجمد الجسم اللي عندي، وهبدا اعمل تريمنج وهاند فينيشنج وكيورنج. الكلمه دي الحاجات دي مش هتبان اول لما مبين تقريبا 3 فيديوهات تمام. طيب او اسف فيديوهين خلاص، الفيديوهين دول هيبينوا لك ليه لازم اعمل تريمنج وهاند فينيشنج وكيورنج، ويبينوا لك العمليه دي عباره عن ايه اصلا تمام. طيب تعالى كده، اول حاجه ده الفيديو ده ده المكنه اللي عندي اللي المفروض هيخش فيها الورق، فالمكنه حجمها صغير جدا طبعا على عكس ما هو مبين، هو بس بيوريك فكره العمل في المحاضره، فايه ممكن تحس ان الحجم هنا كبير لكن هي فعليا حاجه حجمها صغير جدا، بس عشان كان بيوريك فكره العمل مش اكتر. طيب هو بيوريك ان هو بيعمل على الكاد عنده زي ما احنا عارفين الخطوات، كاد اس تي ال فايل، والاس تي ال فايل بيحصل له سلايسنج، وبعد كده السلايسنج ده طبعا بيبقى في المكنه ذات نفسها، نظام برمجه في المكنه تمام، بيعبي هنا الورقه اهو خلاص، وهيبدا يلضم يخليه يلضم من الناحيه التانيه تمام. طيب
على كده، بيحط ال اسمه الجلو اللي عنده، اللي هو اللزق، الحاجة اللي المادة الصمغية اللي هتتحط من تحت الورق خلاص عشان يمشي الرولر وإلى آخره. خلينا نمشي الدنيا. طيب بص، ده الليزر هيبدأ يطبع في الجسم اللي عنده في الورقة الأولى خلاص. يمكن الفيديو ده ما كانش مبين أوي أنا فاكر، بس عشان تبقى شايف عامة إن في ليزر وبيبدأ يعمل إيه، يقسم شرايح ويقطع بيها. طيب بص بقى، تعالى معلش، المنتج اللي هيطلعه عايزك تشوفه كده. بص، هو بيطلع المنتج، طلع منتج ولا طلع ايه، مجموعة من الورق متكتلة في بعض كده، ايوه مجموعة من الورق. يقول لك بقى السيستم بتاع النظام ده ايه، السيستم بتاع النظام ده ان انا لو عايز اعمل الحتة دي مش هينفع اقص على قد الحتة دي بس، ما ممكن تطلع بايظة. هيعمل ايه، يبدأ الليزر يقص من شاف الشرايح اللي جنب منه دي، ده عبارة عن حاجات قصصها الليزر اصلا، بس قصها قص خفيف كده تمام. يبدأ يقص الحاجات دي ويديك كونتور كده كبير الليزر، يعني اللي جوه فيه للداخل كونتور كده، الكونتور ده هو اللي فيه انا عارف ان المنطقه دي هي اللي فيها الايه، الشغلانه خلاص. وبقيه الورقه بتتحرك، يعني انا في كونتور هينزل لتحت والورقه مالها هتتحرك، ده بيستون بيروح منزل للكونتور اللي اتقطع ينزل بيه خطوه لتحت تمام. وبقيه الورقه هتتحرك كده، الرولر ده هيروح لفف، او هنا الرولر اصلا الرولر ده هيروح لفف كده وخلاه تسحب على الرولر التاني تمام. تمام، وبعد كده الهيت رول هيتحرك تاني، فيطلع ايه، مجموعة من الورق زي ما هو مبين في الفيديو كده، مجموعة من الورق في بعض اصلا، وهيبدأ يفككهم دلوقتي. هتشوف دي الحاجة اللي هيعملها بايده. بص، هيكسر الورق بايده بسهولة جدا، طلع اول حتة اللي الليزر كان مظبطها عشان يعمل، لسه هيكسر الورق ده تاني، هيطلع تاني حتة، والتاني حتة دي هيكون بص في حتة جوه، فبيعملها بايه، بمشرط كده او ايوه بزي زي اسمه مقص، وطلع الجسمين الجزئين، تخيل حتة قد ايه عشان يطلع الحتتين دول تمام. فهو ده اللي هو بيقول لك هنا في الحوار ده، بيقول لك ايه، ان انا بضطر اعمل تريمنج، بقص، بعمل هاند فينيشنج، بشيل بايدي حاجات، وبعمل كيورنج كده كده لو محتاج، اللي هو عمليات معالجه، الكيورنج دي سيلينج والحاجات التانيه خلاص. طيب تعال نشوف برضه، نتاكد من الليمينيتد بقى، عايزين نشوف العمليه برضه بشكل اوسع. بسم الله، ثواني ثواني، دي احترام لله معلش. زي ما هو موضح كده، بص ثواني، ادي الجسم اللي عندي اهو، ادي المكنه اللي عندي، اسف، هبدا اوضح لك سنه في سنه كده. بص الليزر بيعمل ايه، بس انا عايزك بس تركز مع الليزر، بيبدا يعمل تقسيمه كده، بس الشكل الخارجي الحته اللي هتتقطع بره تمام، وبعد كده الجسم اللي هو عايزه بيتعمل جوه تمام. يبدأ يقسم ويبدأ بقى يشرحها كلها قطع، عشان لما تيجي انت تعمل بإيدك تعرف تقطعها تمام. فهتلاقي عمال يقطع كده، وفي حتتين في الآخر هما اللي جوه بس، صح؟ الطبقة التانية نفس الكلام، كان على فكرة لو تفتكر كان في مربع ودايرة، صح؟ في أول طبقة خالص أهي ورا، وهنا برضو تاني طبقة كانت مربع ودايرة أهي تمام، وعمال يشرح حوالين منها حتت، يعني مربع ودايرة مربع ودايرة، هتبقى نمشي بالشكل ده حلو. وهتلاقي بقى إيه، بيوريك المفروض ان هو كان بيوريك، والشيت بيتحرك، هتشوف دلوقتي. بص الشيت اتحرك كله، اتسحب، بس هيوريك اكتر دلوقتي، هيبدأ يوضح لك العملية اكتر. فمعلش احنا هنمشي معاه واحدة واحدة كده، مش عايز اجري قوي يعني. بص هيبدأ يوضح ده، يوضح لك اللي بيحصل. شوف الشيت بيتسحب، الرول ده هيتلف، هتلاقي الشيت ماله، متفرغ منه قطعة مربعة كده. نفس الكلام هنا، مربع ودايرة مربع ودايرة، الدنيا ماشي، وهتلاقي البتاع ده بينزل لتحت، بينزل حتة لتحت كده. بص التقسيمة دي مهمة جدا، عشان لما تيجي تعمل بإيدك هيخلص هو الحوار ده بايده. واخر حته خالص ما عملش بقى دايره ومربع، عمل ايه، قاعده، وهيدنيه يكمل على القاعده دي حبه حلوين تمام. هوريك الشكل المنتج النهائي في الاخر، وماله الاليفيتور اللي تحت ده بينزل تمام. طيب هيدنيك مكمل معاه، هيمشي بنفس السيستم والسيكونس دوت خلاص. شفنا اللي بيحصل، طبعا المفروض يبقى فيه جلو بس ايه، او رولر، الرولر يمشي على الرولر اهو بيمشي، وفي جلو كده كده في الورقه دي من تحت، على عكس اللي هناك كان اصلا بيعبي جلو، لكن هنا لا، هنا في جلو من الورقه من تحت تمام، في زي صمغ من الورقه من تحت. طيب نمشي، بص الشكل اللي هيطلع معاه، بص في الانيميشن الشكل اللي طالع معاه عامل ازاي، لما يجي بقى يفك الشكل ده هيقعد يعني يغلب نفسه، لا هيعمله هو كده كده، في قطع مقطوعه هيدنيه يكسر فيها او يزق فيها،
يا اما تكسرها بحاجه تقيله شويه او تضربها بايدك بقى، بس بلاش تضرب بايدك يعني، بحاجه تروح زقها كده تخبط القطعه دي توقعها تمام، وتدنيك تحاول تشيل القطعه دي سنه في سنه حلو، وهيشيل قطعه تانية القطعه التالته، بص عمال يلخلخهم الجنب، يلخلخ القطعه دي كلها لحد ما يقرب انه يوصل للجسم الرئيسي، شال الجسم الرئيسي حلو، يبدا برضه يفكك القطع، بص هيفكك القطع دي، ده كله بيتعمل بالايد عادي مانوال تمام. نفس تمام. الكلام هنا اهو، اهو طلع ايه في الاخر، هو ده الشكل اللي كان عايز يوصل له، الشكل ده كان بدايته دايره ومربع ونهايته ايه الجسم اللي كان بيعمله، لو رجعت ركزت في الفيديو هتلاقي هنا دايره ومربع دايما، وفي النهايه هتلاقي راح بدا يعمل ايه الجسم اللي هو الكونتور ده، انت شايف الحوار ولا كبر الفيديو؟ لا لا شيء. تمام، بس فده اللي هو عمله. فاحنا بنقول ان الحوار ده عشان كده يعني، انت اظن شفت العمليه بشكل اوضح، عشان كده بنقول فيه تريمنج وهاند فينيشنج وكيورنج خلاص. طيب في ال LOM اللي هي Eliminated Object Modeling تمام، السيرفس فينيش اكيورسي والاستابيليتي بتاعت البيبر اوبجكت ار نوت جود، يعني ايه؟ يعني السيرفس فينيش والاكيورسي اللي هي الدقه تمام، الفينيش بتاع السطح والدقه والثبات بتاع البيبر ذات نفسه، ان البيبر يبقى تدنيه مثلا القوه بتاعته ثابته في جميع الاماكن مش عارف ايه، لا ممكن تلاقي منطقه ضعيفه ومنطقه قويه عادي، الكلام ده مش كويس زي ما بقى في بقيه الايه الار بي تمام. تمام. ايه العملية اصلا؟ طيب بعد كده لسه في تكمله العمليه اللي هو ايه، بيقول لي سيلكتيف سنترنج اللي هي اسف، العمليه دي سلايد واحد فعلا، العمليه دي سلايد واحد بس تمام. بعد كده هنبدا تمام. نتكلم عن الباودر دي بيست تكنيك، بودر. يبقى احنا كده فهمنا عمليتين اللي هي الليزر فويل والليمينيتد اوبجكت موديلنج، هي دي العمليه كلها بس، وتكون فاهم حوار البيبر سبلاي رولر وان بيبقى فيه جلو من تحت، او ساعات بنضيف الجلو، وان هنا في مصعد، المصعد ده بينزل مع كل طبقه بتعدي تمام، وان هنا في تريلر رولر عشان يحرك الكوتنج، عشان اسف يسخن الكوتنج شويه فايه الطبقات تلزق على بعض تمام. طيب نكمل، احنا قلنا خلاص كده خلصنا رقم اتنين اللي هي السوليد بيز تكنيك، ده كل الكلام اللي فيها. البودر هتلاقي برضو الكلام فيها سهل، اطول صح شويه من اللي في السوليد، بس البودر ده منتشر جدا تمام، عمليات البودر بيز تكنيك دي منتشره قوي. طيب تعال نبدا باول عمليه في العمليات دي وهي السيلكتيف ليزر سنترنج خلاص. طيب عمليه السيلكتيف ليزر سنترنج بيقول لك الاس ال اس از ان اديتيف مانيفاكتشر، عمليه تصنيع اضافي تمام اللي هي الاي ام، وتكنولوجيا اللي بنستخدم فيها الليزر عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل سنتر للبورد للباورد اسف بلاستيك ماتيريال انتو سوليد ستراكشر بيزد اون 3 دي موديل، يعني ايه؟ يعني عمليه بعمل فيها ان انا ببلد، بعمل تبليد، سنتر دي يعني تبليد تمام، تبليد دي اللي هي تجميد، يعني بجمد الباودر واحوله لايه؟ لسوليد خلاص. طيب تمام. قال لك الديورنج الاس ال اس تايني بارتكل اوف بلاستيك سيراميك اور جلاس، يبقى انا بستخدم اي حاجه من دول بلاستيك سيراميك او جلاس، بيحصل لهم فيوز دي يعني بينصهروا تمام توجذر باي هيت فروم هاي بار ليزر، يبقى عن طريق هاي بار ليزر، ليزر عالي الطاقه، ببدا اعمل ايه؟ بعمل ان البلاستيك ممكن ذراته تعمل ايه؟ تسيح وتتجمد مع بعض، و برضه نفس الكلام في السيراميك ونفس الكلام في الجلاس. بيقول لي اسوليد طبعا 3 دايمنشنال اوبجكت، وبيطلع لي الشكل النهائي اللي هو بيكون ثلاث ثلاثي الابعاد يعني. طيب السيكونس اللي بيستخدم فيه الاس ال اس، اول حاجه بيقول لي الباودر ديسبريس ان اسين لاير اون توب اوف بلاتفورم انسايد ذا بيلد شامبر، يعني يعني بزق الباودر من هنا احطه على الحته دي وابدا اعمل ايه؟ ديسبريس دي يعني اللي هو ببدا اعمل له انتشار او توزيع، اوزعه على السطح كله خلاص. تمام، تاني حاجة قال لك البرينتر اللي عندي بري هيت ذا باودر تو تمبريتشر جاست بيلو ميلتنج بوينت، يعني يعني انا عندي هنا بيبقى زي نظام كده بس ورا مستخبي ورا الرسمة دي، مش موجود في الرسمة، هتلاقي في ورا كده زي نظام، النظام ده مواسير بدخل فيها مثلا زي مية مغلية او مية ساخنة جدا، وابدا اعمل ايه؟ اخليها تسخن لي الباودر ده لدرجة اقل من درجة الميلتنج بوينت بتاعته. الكلام ده بعمله ليه؟ تمام. عشان الليزر لوحده لو قعد من الاول للاخر هياخد وقت طويل، فانا بخلي لا بدل ما اعمل بالليزر بس هخلي الاول اسخن. طب ليه ما بسخنهاش للميلتنج بوينت؟ لو وصلت للميلتنج بوينت لما تيجي هنا الليزر هيجمد ايه اصلا، بعد لكن انا ليكويد عايز اصلا، الليزر يضرب ايه بعد عملية ليكويد. كل ايوه، وكلها هتبقى كلها اصلا هتبقى مساله في بعض وهتتجمد مع بعض،
لكن انا عايز الليزر يسيح لي حتت معينه في مناطق معينه بشكل التوزيع ده، تمام؟ مش هعرف تمام. اتحكم في التوزيع بتاعها يعني. طيب تو تمبريتشر جاست بلو ذا ميلتنج بوينت اوف الرو ماتيريال، خلاص. بيقول لي الانفراد اللي هي الاشعه تحت الحمراء هيتنج بانلز ات ذا سايد اوف شامبر، يعني الليزر اللي عندي بيبقى فيها اشعه تحت الحمراء بتبدا تسخن المناطق دي لحد ما توصل ليه الميلتنج. بيقول لي ليه بعمل، ليه بخلي في بري هيت، ليه بعمل عمليه بري هيت من الاخر. بيقول لي this make it easier for the laser to raise the temperature of the specific region of powder bed، يعني بيخلي الليزر بسهوله يقدر يوصل المناطق اللي هو عايز يوصلها، اللي هي المناطق اللي هو محددها هنا في الرسمه دي، يقدر يخليها توصل بسرعه لفين؟ ل يعني يقدر يوصل بالمناطق دي لمنطقه الميلتنج، وبعد كده تتحول هي لما تردم عليها بباودر تاني او ببودر تاني هتبدا تتجمد سنه في سنه كده وتحصل على الشكل اللي انت عايزه. طيب بيقول لي الليزر بيم جايدد اون ذا بيزكس اوف 3 دي موديل، تمام، بيتم التحكم فيه عن طريق بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو النموذج ثلاثي الابعاد، يطلع لي نموذج ثلاثي الابعاد يعني، وبيسخن المسحوق ليه درجة الانصهار. يبقى الليزر اللي عندي بيتحكم في النموذج ثلاثي الابعاد هيطلع شكله عامل ازاي، وبيقدر يوصل لي البودر لدرجة الانصهار، وديز فيوز ذا بارتكل توجذر، ودوت بيخلي البارتكل تنصهر مع بعض ميكانيكالي بشكل ميكانيكي عشان يطلع لي سوليد بارت، خلاص. يبقى الليزر بيخلي المناطق تنصهر مع بعض بشكل ميكانيكي عشان يطلع لي الايه؟ السوليد بارت. نفس الكلام طول ما انت شايف الرسومات بس والحاجات بس صعب قوي انك تتخيل. هنكمل بس الاول العمليات وبعد كده ارجع اعمل ايه. طبعا في غلطه هنا ان مفيش ثلاثه، يعني هو واحد اثنين اربعه مش عارف ليه، فالمفروض ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه تمانيه، البتاع دي اتشفت شويه. طيب ذا انفيوزد باودر، طول ما انت مش شايف العمليات مش هتعرف تتخيلها قوي، فانا هرجع اشوف العمليه يعني هرجع اوريك العمليه تاني ونرجع ايه اشرح الحاجات دي تاني. انفيوزد تمام. باودر، الباودر الغير منصهر، تمام، support the part during printing and eliminate the need of and detect support structure. يعني ايه؟ يعني انا عندي باودر غير منصهر في الحتت دي، ايه اهميته؟ قال لك يا اسطى ده بيشتغل كانه سبورت، ما انا بس بعمل الحته دي بس هي اللي تتسيح، وبعدين الحته دي وبعدين الحته دي وبعدين الحته دي، الباودر اللي حوالين منها في الغرفه ما بقولهاش تتسيح ومش هتتسيح كده كده طالما مع الليزر ما راحلهاش. فبتعمل ايه؟ بتبقى كانها سبورت ماسكه الجسم كده في الوسط، خلاص. طيب تاني حاجه بيخليني ما مش محتاج لسبورت اللي هو اللي انا كنا بنعمله في عمليات زي الاف دي ام، كنا بنحتاج نعمل سبورت اضافي، هنا لا تمام مش محتاجين، تمام. طيب الفيرست فيوز دي لاير ديسكانز باي، يعني الاول لاير بعمل بحاول اسخنها من 50 ل 200 مايكرون، ده اول لاير خالص. بعد كده الرول بيبدا ينزل طبقه ورا طبقه لحد ما يكون لي الجسم توتال، جسم كتوتال. طيب ذا فينيش بارت ار ليفت تو كول داون، بنسيب الجسم المنتهي ده ان هو يحصل له يتبرد، وهنعرف قدام انه بيتبرد اصلا، بيقعد من 8 ل 10 ساعات يتبرد الجسم، فدي كارثه اصلا في الوقت. انسايد ذا برينتر، بنسيبه يتبرد جوه الايه؟ جوه المكنه الطب. الطباعه اللي عندي. طيب افتر الاوبجكت از فولي فورمد، بعد ما بيتم تكوين الجسم كتوتال، شايف البيستون اللي كان عمال ينزل الحاجات، في هنا في بيستون بينزل البتاع عشان يعمل يعني بعد ما حصل له سنترنج بالليزر، ايوه بيبدا البيستون ينزل سنترنج، البيستون ينزل وهكذا، وهنا البيستون ده بيطلع عشان يزق الرولر يزق الباودر تاني على الحته دي، يعني كل ما البيستون ده بينزل البيستون ده بيطلع والرولر يزق، تمام؟ هنشوفها برضو في الفيديو بالظبط. يقول لك بعد ما بخلص خالص، بعد ما يحصل التبريد يبدا البيستون ده يعمل ايه؟ يطلع على الاخر، طبعا هيطلع هيكون في باودر جنب الحاجات دي، هبدا انضفه، هبدا اظبط كام حاجه كده، هنشوفها في المزايا والعيوب، بس خلينا نتفرج على العمليه عشان تلاقي الموضوع أبسط. بص يا سيدي، ادي البودر اللي عندي، برضو هنا العملية دي ممكن تكون مش هتوضح قوي، بس لسه في واحدة تانية هنشوف فيها، بس ادي البودر اللي عندي. احنا هنشوف ثلاثة في العملية دي، يعني الحوار السيلكتيف عشان دي مشهورة قوي، برضو هنشوف لها ثلاث فيديوهات عشان توضح اكتر. بص هو هنا في عمال، في ليزر عمال يتحرك، المفروض هوريها لك بالظبط بس قدام، تعالى كده. بص يا سيدي، في ليزر كون اول طبقه، هتلاقي في مكنه جايه تعدي دلوقتي هتردم على الطبقه دي، تمام، هتحس ان انت ما شفتهاش بس هي المفروض ان هي ردمت على الطبقه دي بتاع بباودر. طيب بعد كده الليزر يضرب تاني في اول في طبقه كمان، طبعا هو عمال يوريك هو بتتعمل ازاي واحده واحده، مكنه تعدي ردمت بباودر،
كمان يعني مره ممكن الرولر اعدي بقى هو ثاني اللي اللي هو ايه، المفروض احنا اللي هو عندنا الرولر. رولر بس احنا عشان احنا بناخد نوع واحد يعني طريقه واحده فاهم، فما بتشوفش ايوه بقيه الطرق، لكن في طرق تانية كتير مش شرط رولر، مش شرط رولر، ممكن حاجه زي دي عادي تمام، مع ان دي فيها رولر في الوسط على فكره. شايف تبدا بص، شايف الحوار المصعد وهو بينزل دي مهمه جدا، حوار المصعد وهو بينزل ده يفكرك بايه؟ يفكرنا انا بالستيرولوسوس، بالستيرولوسوجرافي تمام. الاس ال ايه كان بيعمل ايه؟ كان نفس الفكره، بيكون ليكويد اصلا والمصعد عمال ينزل. طب ليه كنت بقول لك ساعتها بينزل مش بيطلع؟ عشان اصلا يبقى في ميه قدام منه. هنا نفس الفكره عشان مظبوط. يظهر الباودر، يعني اقدر اردم بباودر تمام، هيعمل يطبع ويعمل وهكذا، اذا اني ماشي بالسيكونس ده لحد ما المنتج اللي عنده يتعمل تماما. يعني هيسيبه طبعا، هيطلع المنتج، المفروض ان هو بيسيبه يتبرد الاول، او سابه يتبرد وبعدين يطلع المنتج بعد ما يفكه. بص هيبدأ يكسر الحاجات من حوالين منه بالراحة لحد ما يوصل لشكل المنتج اللي هو عايزه، هو ده المنتج خلاص. تمام. طيب ممكن دي ما يا عم عجبوش ومش مش حلو، خلاص نشوف حاجة تانية توضح العملية أكتر. تعالى كده على السيلكتيف ليزر سنترينج، نفس الفكرة هنا، يبدأ يقول لك إن أنا عندي باور باودر سبلاي هنا كونتينر، و عنده هنا دي الجسم اللي هيحصل فيه الليزر، بياخد الليزر مليون دي، في ميرور بتعكس الليزر بالاتجاهات اللي انا عايزها، بتحكم في الميرور طبعا في الزوايا، وعشان يبدأ يعمل لي سنترنج لطبقات الباودر اللي انا عايزها. بعد ما يحصل السنترنج هينزل الجسم شويه، هنشوف لحظه، بيستون موف اب سبلاي كونتينر، دي بتموف اب ودي هتموف داون تمام، ويمشي الباودر، والباودر المتبقي كمان هينزل فين؟ هينزل هنا في الكوليكشن كونتينر اللي بيبقى فيه باودر متبقي تمام. هتلاقي الكلام ده مكتوب كده حلو. بعد كده هي المفروض ان هيعمل سيستم سيكونس، هو ما وركش الباقي بس في سيكونس العمليه واحده واحده ورا واحده. انت شفت الحوار ده بشكل افضل؟ ما عجبكش يا عم؟ لسه فيه، لسه ما خلصناش، احنا قاعدين مع بعض تمام. اهي نيجي بقى ايه، دكتور دي اف فالو ده هيوريك ان في زي هيتر اصلا هو اللي بيسخن الباودر تمام، بس هيوري لك، مش هقول لك عليه ان هو ورا الأداء، ورا المكنة أصلا تمام. بص أنا عايز أعمل دي ماشي، أنا هبدأ أشرح العملية من هنا، أدي الباودر اللي عندي تمام، أي طبقة أنا عايز أعملها. بص بيوريك إن المفروض أنا شايفه ثواني، في هيتر تمام، الهيتر ده مهمته يرفعه لميلتنج بوينت، الهيتر ده المفروض إن هو ورا الأداء مش في الأداء، بيقعد يسخن فين؟ في الباودر ده خلاص. طيب وبعد كده بتحكم بالمرايات اللي عندي، ببقى مراية واحدة أو مرايتين أيا يكن، المهم إن أنا عندي مرايات هي بتقعد تتحكم في حركة الضوء خلاص. أبدأ أبص وهو ماشي، عمل زي الرولر أو بتاع، يبدأ يزق الباودر من ناحية للتانية خلاص أهي، عشان يفرش الرولر هنا والليزر يجمد طبقة معينة ماشي. ده حصل فيوزد، بيوريك ان حصل فيوزد بين ذرتين من الباودر، يعني الحته اللي فاتت دي ده فيوزد بين ذرتين من الباودر، كان بيحاول يعرضها لك يعني. يعني ايه فيوزد؟ يعني اندماج تمام، او اللي هو التسييح خلاهم يندمجوا مع بعض. طبعا كل ذرات الباودر بيحصل فيها كده، تبدأ تندمج مع بعض تمام. تمام. نكمل، طبعا هو هنا المفروض ان الليزر اتحكمت فيه ببعد معين، يعني اللي هو المفروض هنا بس كشكل مش اكتر، لكن المفروض ان المرايه دي بتقعد حبه حلوين تتحرك يمين وشمال، مش زي ما هو بيعمل تمام، مش بتعمل كده خالص، بس يعني كشكل هو بيوريك، بحاول يوصلك لفكره يعني. طبعا بيوريك ان اسمه دكتور دي فولو ده ولا ايا كان، ديفيد حاجه اعتقد، بس ده بيوريك الاشكال بقى اللي بيقدر يطلعها كلها، ان كانت الاشكال المعقده يعني حاجه زي اللي ورا دي خالص كان عارضها هو في الوسط، ده شكل معقد جدا تمام، مع ذلك بيعرف يطلعه تمام. ففكره البودر دي موجوده ومشهوره يعني، اللي هي للاسف الاس ال اس دي موجوده ومشهوره تمام. نرجع تاني نعرف الخطوات تاني، اول حاجه برش باودر خلاص، بعد ما برش باودر يبدأ أخلي الباودر كله يتسخن لدرجة حرارة تحت الميلتنج بوينت تمام، عشان أسهل الانفراريد اللي هو الأشعة تحت الحمراء اللي هتضرب إن هي تعمل إيه؟ توصله للميلتنج بوينت. ليه بعمل تاني بيأكد على الحوار ده؟ بيقول لك this make it easier for laser للليزر إنه إنه يرفع درجة الحرارة للمنطقة اللي أنا عايزها. بعد كده الليزر
بيم بيقول لي جايدد اون ذا بيزك اوف 3 دي موديل، تمام. الليزر بيم هو اللي بيتحكم في ال 3 دي موديل اللي عندي، يبقى شكله عامل ازاي، وبيعمل هيتنج للباودر. بيعمل الكلام ده ازاي؟ انه يعمل هيتنج للباودر لحد ما يخليه يوصل للميلتنج بوينت. لما يوصل للميلتنج بوينت يحصل ان الاجزاء، كان هنا بيقول لك على الاجزاء دي بيحصل لها ايه، فيوزد توجذر، تندمج سوا، تمام. او ذيس فيوزز، هنا بياكد اهو، ذيس فيوزز ذا بارتيكل، بيخلي الاجزاء مالها تندمج سوا توجذر ميكانيكالي تو كرييت وان سوليد بارت. خلاص. طيب الحاجه رقم خمسه، ان انا او رقم المفروض دي اربعه، لان قلت لك دي ثلاثه، دي اربعه، دي خمسه، دي سته، دي سبعه، تمام. المهم انا بعمل انفيوز، الانفيوز الباودر اللي مش عندي بيعمل ايه؟ ممكن يشتغل لي كحاجتين، ان هو يعمل لي، هشتغل كسبورت، هشتغل كسبورت، دي رقم واحد. رقم اثنين هقدر اعمل بيه، هقدر الغي بيه فكره السبورت اللي موجوده في الحاجه، في السبورت الاضافيه اللي هحطها على الماده يعني. طيب نفس الكلام كان بيحصل برضه لو تفتكر في الاس ال اي، في الاستيرو ليسو، يعني الحوار ده قريب قوي، فكره المصعد والجو ده قريبه جدا من فكره الاستيرو ليسوجرافي يعني. طيب الفيرست فيوز دي لاير، دي كانت قلنا الاول لاير خالص من 50 ل 200 مايكرو، خلاص. بعد كده تنزل، واللي هو المصعد اللي عند البيستون ينزل، والباودر يبدا يعمل ايه، يحصل له سبريد تاني عن طريق الرولر، تمام. بعد كده بعد ما بخلص البرت خالص بسيبه يتبرد فين، في البرينتر اللي عندي. بعد كده بطلع افتر ذا اوبجكت از فولي فورمد، البيستون بيطلع لفوق عشان يطلع لي الماده، خلاص. تمام. طيب المزايا والعيوب، المزايا ان انا بقدر اطلع منتجات هي الاصعب، تمام، يعني كتعقيدات والجو ده. انا كنت مش عارف شفت انت في الفيديو ده ولا لا، بس هرجع اوريلك تاني. في الفيديو ده هو كان جايب، بص المنتج ده يقدر يعمله، ارجع سيكا، بس المنتج ده انت بتتكلم في منتج تقريبا التعقيد بتاعه، المنتج التعقيد بتاعه كبير جدا، تمام، ومع ذلك يقدر يعمله عادي جدا، خلاص. طيب بعد كده اوايد رينج اوف ماتيريال، اقدر استخدم مواد كتير قوي. انا كل اهم حاجه في الماده ان انا اعمل ايه، احولها وصلها لباودر بس، ايه، وسخنها لعب وسخنها لقبل نقطة الانذار وخلاص. بس احولها الاول، يعني اهم حاجه الماده تتحول لباودر، فكده الموضوع بقى سهل، تمام. طيب عندي زي الميتال، البلاستيك، السيراميك، الواكس، النيلون، الاستمرز، اند البولي كربونات. طبعا ممكن تتسال عادي في الحاجات دي، اعتقد لو هي كده ام سي كيو فممكن تسال عادي. طيب بيقول لي ان الانتاجيه هنا هو اسرع تقريبا حد بيعمل انتاج، او من اقل الحاجات اللي هو مش ده اسرع حد، اسرع حد هنقابله لسه في الار بي، في الرابيد بروتوتايب، في حد بيعمل اسرع انتاج، بس هنا الانتاجيه انه يقدر يكون 25.4 اللي هو 1 انش في الاور، هو تمام. ذا فاستست ار بي اللي هو ذا فاستست رابط بالتايب كان المالتي جيت. لا لا، في واحد هنا يقول لك هو الاسرع ما بينهم، برضه في واحد اسرع من المالتي جيت، بس ما هو مش هيقارنك بان انت ترتب يعني، بس ترتب العمليات بس. المفروض ان الحوار 3 دي، 3 دي دايمنشنال ده برضه من اسرع العمليات، كان هتاخد ان هو الاسرع تقريبا. اند لو اس بي دي الاكثر سرعه يعني في الفابريكيشن، واللو فاس ماتيريال، بس مع ممكن برضه المالتي جيت عادي يتحسب برضه ان هو الاسرع، تمام. المالتي جيت كان هاني نفس التفضيل، فاعتقد يعني انه فاهم ماشي، برضه. ممكن برضه. اوكي، المهم بنقول ان العمليه هنا يقول لك ايه، العمليه دي سريعه قوي في الانتاج، 25.4 من 10 ملم في الساعه، ده حاجه سريعه بالنسبه للرابيد بروتوتايب، تمام. بس بعدين، تمام، هتكتشف ان هو عشان الحوار، ان هو مش كنا بنقول ان احنا بنسيب المنتج يتبرد جوه الجسم، جوه الاسف البرينتر اللي عندي، وكنا بنطلع درجه حراره الباودر للميلت بوينت عن طريق، او قبل الميلت بوينت بشويه عن طريق هيتر، تمام. مظبوط. الحوار بقى بتاع ان انا اسيبها تبرد، وان انا الاثنين مع بعض، وان انا اسخن الاثنين دول مع بعض، بياخدوا من 8 ل 10 ساعات يعني. هو هيطلع لك منتج في ثانيه جامد، بس انا المنتج مش همسكه في ايدي، خلاص هسيب برضو المكنه من 8 ل 10 ساعات، تمام. فاللي هو ايه، مش حاجه كويسه في الاخر يعني. هو برضو زي ما قلت لك، العمليات دي المفروض دي يعني فكره ان هي في الصناعه اكتر، لا مش في الصناعه كتير يعني، مش اللي هي مميته، في عمليات منها موجوده في الصناعه ماشي، ما قلناش حاجه، بس في عمليات تانية لسه تحت الدراسه، اللي هي ايه، عايزين يحاولوا يحسنوها عن كده، خلاص. وبرضه لما بتزنق في اشكال يعني حاجات معقده قوي، وانا مش هعرف اعملها غير من الانواع دي من الصناعه، خلاص هعملها، تمام. طيب بيقول لي نو بوست كيورنج، مفيش معالجه حراريه، دي حاجه كويسه. ونو اديشنال، انت عارف ليه مفيش معالجه حراريه؟ اصل الحاجه اصلا دي بردت، قعدت تبرد وتتسخن في 8 ل 10 ساعات،
فانت متخيل اصلا الذرات خدت راحتها قد ايه على ما اندمجت في بعض؟ انت فاهم الفكره بتاعت ايوه الميتالورجي؟ كان اه لو انت عملت كونشنج بسرعه هو ده اللي بنضطر نعمل ايه؟ نرجع نشغل تاني عشان نظبط الدنيا ونظبط الخصائص، لكن لما بتاخد راحتها خالص ايه؟ النيلينج اه لما بتاخد راحتها خالص في ان هي تبرد وبتاع، خلاص اصلا الماده وهي بتنصهر عمل ايه؟ الماده وهي بتنصهر واخده راحتها خالص، فاتكونت براحتها جدا والذرات قعدت تترتب وتترصص بمزاجها واحده واحده ما عندهاش مشكله، فاهم؟ طيب فبيقول لي نو بوست كيورنج بروسيس ونو اديشنال سبورت، ما فيش اديشنال سبورت قلنا عشان كده كده الماده الباقيه دي بتعمل لي زي سبورت، باودر تمام واللوفت اوفر باودر، الباودر اللي ما تمش استخدامه اقدر اعمل ايه؟ اقدر ريوز دي، يعني اقدر اعيد استخدامه، تمام؟ يعني احطه تاني هنا عشان اعمل ايه؟ عشان يبدا يطلع، احطه تاني في المصعد ده عشان يبدا يطلع لفوق ويبدا يستخدم الباودر، فاهم؟ الباودر ما بي... مش مش بسهوله ان انا اقول ان انا هرمي الباودر، فاهم؟ فدي حاجه كويسه، يعني مش مثلا انا ايه هستخدم هنا مثلا 8 كيلو، فال8 كيلو دول ما خدتش منهم، ما سحبتش منهم غير كيلو واحد، اتبقى لي 7 كيلو جوه الكونتينر ده، اعمل ايه؟ يا باشا هشيلهم واحطهم تاني في الكونتينر التاني، فاهم؟ تمام بس فاللوفت باودر كان بي ريوزد والديفرنت بارتس كان بي بيلت، الاشكال المختلفه ممكن اعملها رايت اون ذا توب اوف ذا اذر، طبعا ان انا هعملها واحده فوق التانيه، يعني واحده فوق الطبقه فوق الاخرى، تمام تمام؟ طيب الديس ادفانتج عندي ان انا السطح اللي عندي خشن، تمام؟ ليه؟ لان برضو البودره اللي على السطح دي، ما هو هنا الماده دي كانت ميلتد اصلا، فايه اللي يخلي الحته اللي هنا اللي هتبقى برضو منصهره، تمام؟ اللي يخليها ما تلزقش في حته بودر من اللي جنب منها، هتلزق، فالسيرفس فينش عندي مش هيبقى كويس، تمام؟ هيبقى عليه ذرات من البودر، فانا المفروض اعمل ايه بعديها؟ اعمل عمليه زي ان انا مثلا انضفه، اسمه ايه؟ اصنفره، فاهم؟ ممكن. طيب ليه الحوار ده؟ قال لك عشان اللي برضه الاهم في الموضوع برضه الاستير اب افكت. ايه حوار الاستير ستيب افكت؟ ايه حوار الاستير ستيب افكت ده؟ ان لير المنتج ده سيكل لما بيجي يتبني برضه ايه؟ زي لير سيكل زي الاير سيكنس، زي الاف دي ام بالظبط، تمام؟ ان المنتج هو بيجي يعمل عشان يعمل كيرف، ما بيفهم يعني المكنه مش فاهمه ان انا هعمل كيرف، المكنه فاهمه ان انا هبني حته كده وبعدين ابني حته كده وبعدين ابني حته تانيه فوق منها، فده اسمها ستير اب افكت، هو الحوار ده. والحته دي بالتقريب يعني تقريبا هي لو نزل فيها الماده او لا هي ونصيبها هتبدا تكون لي الايه؟ الكيرف، تمام؟ فهو لو انت صغرت اللاير خالص، لو صغرت حجم اللاير اللي عندك خالص نهائي هتبدا تكون لك كيرف مظبوط قوي، بس في المقابل ده عمليه سلايسنج، والسلايسنج لو صغرتها خالص هيحصل لي جي جينيتك، صح؟ كانت اسمها جي اللاستيك جينيتك، ايوه والمكنه مش هتعرف تتعامل، فبالتالي انا برضو عندي مشكله، اكيد والوقت بالظبط والوقت، فده كله بحسب بحطه في الحسابات عندي. تمام فبنقول بسبب الاستير اب افكت بيحصل ان الرف بيحصل عندي رف سيرفيس فينش، وبرضو زي ما قلت لك البودر اللي على السطح، ما هنا برضو الحته دي فيها اسمه درجه حرارتها عاليه فهتلزق ايوه حتت من البودر، ممكن انضفها او لا يعني عادي. طيب بعد كده بنقول او مش او لا هو انا كده كده هنضفها، يعني التايم اللي انا كنت لسه بحكي لك عليه، التايم اللي عشان اسخن الباودر والتايم عشان المنتج اللي عندي يحصل له كول داون، المنتج النهائي يحصل له كول داون تقريبا بيقدر من 8 ل 10 ساعات. بعد كده في مشكله التوكسيك جاز، ان انا خاصه لو شغال على البلاستيك ماتيريال والليزر عم يعني وصلت البلاستيك ماتيريال لدرجه الانصهار او درجه قريبه من درجه الانصهار، وبعد كده قعدت اوصلها لدرجه الانصهار في المنطقه دي، هحصل ايه؟ هيحصل هتطلع توكسيك جاز مع العمليه دي. طيب بعد كده اخر مشكله الكومبوننتس ار ليس ديتيلد، المنتجات اللي عندي اللي بيطلعها بتكون اقل في التفاصيل شويه من اللي بيطلعها بالستيرولوثوجرافي، يعني الستيرولوثوجرافي اقدر اطلع منتجات عندها تفاصيل اكتر من كده بس مش معقده اكتر من دي، هنا التعقيد احسن لكن التفاصيل هناك ادق او اعلى، خلاص؟ طيب ديو تو الهاي بروسيسنج، بسبب عمليه الهاي بروسيسنج تمبريتشر اند هاي شرينكج، يعني ايه؟ يعني الفكره ان انا مثلا عندي حاجه بالشكل ده، تمام؟ انا عايزها بالحجم ده مثلا، خلاص ايا كان اي الحاجه اللي عندي، فانا لما باجي اسيح، تمام؟ التسيح ده بيخلي الماده تمتد شويه، خلاص تمتد تبقى كده، حلو؟ او انا وصلتها للميلتنج بوينت، فالهاي بروسيسنج تمبريتشر درجه الحراره اللي هي اللي عندي العاليه بتاعت التكوين، بعد كده لما بتيجي تتجمد ايه اللي بيحصل؟ ممكن تتجمد لمسافه اقل من دي عشان الهاي شرينكج، التجمد اللي عندي او التقلص اللي عندي عالي، خلاص؟ فانا ما بقدرش احصل على التفاصيل اللي انا عايزها قوي، تمام؟ لكن اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل اشكال معقده كتير جدا، تمام؟ يعني الشكل المعقد ملوش علاقه بالتفصيل، التفصيل دي اللي هو ايه؟ انا كنت مستني سماحيه كذا ما جاتش، او كنت مستني مثلا يطلع لي
كيرف وطلع لي مثلث، او مستني مثلث فطلع لي كيرف، انت فاهم؟ ده الديتيلز اللي هي التفاصيل، لكن التعقيد دي حاجه تانية. التعقيد ده اللي هو الشكل زي ما انا وريتك، كان راكب كله في بعضه بشكل غريب كده، اللي هو كان الشكل ده، فاهم؟ فالتعقيد ده بيطلع عادي اقدر اطلعه، لكن التفاصيل فيه بقى حته ان هي تطلع مثلثات بالظبط، دي لا مش شرط بالظبط. تمام خلاص. طيب العمليات التانية، احنا عندنا قلنا 3 عمليات في الباودر بيز تكنيك، خلي في علمك عشان الحتة دي هتلاقي الدكتور عمال تلخبط ساعات وتكتب ايه سوليد بيز، لا دي كلها باودر بيز تكنيك. خلاص العمليات التانية في الباودر بيز تكنيك هي عبارة عن الليزر انجينير نت شيب، تمام؟ ودي برضو واحدة من اشهر العمليات اللي موجودة. خلاص طيب الليزر انجينير نت شيب بيقول لك هاي باور ليزر، ليزر عالي جدا بطاقة عالية، حلو، بيستخدم عشان يعمل لي ايه، يسيح لي الباودر. خلاص يسيح لي البودر اللي عندي. طيب ايه سبلاي كواكسيالي، بيتم تغذية الليزر ده بشكل كواكسيالي يعني محوري، او بيكون محور موازي يعني للحركة، تمام؟ كواكسيالي تو فوكس ذا ليزر، عشان اركز الليزر ان هو يكون فين، في بيم ثرو ذا ديبوزيشن هيد، عشان اخلي الليزر ده يعمل ايه، يتركز عند الرأس او عند المنطقة بتاعت الديبوزيشن هيد، الحتة اللي اسمها الديبوزيشن هيد. خلاص طيب بيقول لي ان انا عندي تيبل بيكون في محور اكس واي، هي اللي تتحرك يمين وشمال عشان احصل منها على الجسم، يعني المره دي مش الليزر اللي هيتحرك، ده التيبل اللي هيتحرك. خلاص طيب تيبيكالي ذا هيد از موفد، الموف ده تديني حركه زد، طالما التيبل ادتني اكس واي يبقى الليزر هيديني البتاع ده، هيديني حركه زد. خلاص هتدنيها تطلع لاعلى، كل ما يحصل ايه، كل ما اكون لاير. الكلام ده فيه مشاكل؟ لا تمام. خلي في علمك في اغلب العمليات اللي قبل كده اللي كان بيحصل ان الليزر بيديني اكس واي، وان البيستون هو اللي بيديني مين، زد. خلاص فبرضه ركز في العمليات اللي هي اللي احنا ده شرحناها 6 عمليات، وشوف مين الاكس واي ومين الزد، هي مش مهمه قوي بس ممكن تتسال فيها. خلاص يبقى انت عارف بشكل عام. طيب بنقول ان الليزر انجينير نت شيب، ركز في الاسم ده، تمام؟ ان بسم الله الرحمن الرحيم، الليزر بيم از ديليفرد، الهيد ده خلاص اتكلمنا عن دي. الليزر بيم از ديليفرد تو ذا ورك باي رايت انجل ميرور، يعني ايه؟ يعني بسيط ببساطه شديده، بنحط ميرور زي ما في اي ليزر اكيد هتحط ميرور عشان تتحكم فيها، فرايت انجل ميرور زاويه، ميرور بتديني زاويه قايمه. الحوار هنا بسيط في ايه؟ ان الميرور دي مش محتاجه اتحرك كل شويه يمين وشمال، انت فاهم الفكره؟ ليه؟ لان مين اللي بيديني اكس واي؟ التابل، فالميرور ليه تتحرك يمين وشمال، فاهم؟ هي بس هتبقى ميرور بسيطة جدا، هتعمل لي انعكاس قائم زي ما هو موضح كده. لكن قبل كده في دي لا، الميرور بص يعني هنا في ميرور جوه، في نظام ميرور جوه بيديني انعكاس شكله عامل ازاي، مش قائم خالص، عشان يعرف يتحرك اكس وواي، انا بتحكم في الميرور ده عشان تديني اكس وواي. خلاص تمام. بعد كده بيقول لي الميتال باودر ار ديليفر تو اند ديستريبيوتد اراوند ذا سيركمفيرنس اوف ذا هيد ايزر باي جرافيتي، يعني يعني الباودر اللي عندي بيتوزع على المحيط بتاع الهيد بتاع اللي هو الرأس بتاعت الفيوز ده هيد اللي احنا كنا بنتكلم عنها، عن طريق حاجتين، يا اما الجرافيتي يا اما الجاذبيه بتاعت، يعني انا بصب الباودر من هنا، شايف ده الباودر سبلاي بصبه من هنا، فالجاذبيه الارضيه بتشد اي جسم الاسفل فهيشده، يا اما لا معلش انا هدخل له ايه، هدخل له غاز، حاجه تانية ممكن اعملها، انا هدخل له غاز، غاز ده يكون خامل ومضغوط، تمام؟ فهنا تلاقي ايه، في فتحه للغاز كده عشان تضغط البتاع تزقه بسرعه فيوصل للمنطقه دي بشكل سريع ويبدا يتسيح، تمام؟ عشان ازود بس الحركه اللي عندي، لان الجرافيتي بس هتبقى بطيئه شويه، تمام؟ طيب افرايتي، بيقول لي مواد فرايتي اوف ماتيريال، يعني مواد مختلفه ممكن ايه، كان بي يوزد ساتش از الستانلس ستيل، الانكونيل، ما اعرفش ايه الانكونيل دي بس ماده يعني، والكبر والالومنيوم. خلاص تمام. تمام، ده كل اللي شرحه. تعالى برضو نشوف، ما بنحبش احنا عشان يبقى البتاع ده فيه افاده، يبقى نشوف ايه العمليه دي بتتم ازاي. بص هنا دي شرح نظري، معلش عشان دوت اصلا فيديو وكان نظري في الاساس. بص هي بس بيوريك هنا حته مهمه قوي، بيوريك الليزر بيم ودوت المفروض من على الجنبين اللي هو السيركمفيرنس، المفروض من على المحيط مش على الجنبين، بيتزق مين، الباودر، والباودر ده عند النقطة دي هيتقابل مع الليزر، يحصل له ايه، يحصل له ملت، هينصهر ويقع المولتن اللي عندي، الحتة تقع هنا، فاوصل لشكل، الشكل ده بيتقال عليه نير نت شيب، مع ان العملية اسمها ايه، اسمها انجينيرنج نت شيب،
بس انا ما بوصلش للنت شيب، ما بوصلش للشكل النهائي، بوصل لنير نت شيب، وهنعرف الكلام ده قدام. المهم تعال نكمل. هو برضه عمال يشرح ان الماشين تيبل اكس واي زي ما كنت عمال اشرح وكل حاجه بالظبط. هنا فابريكيتد نير نت شيب برضه ديت زي ما انا شغال. خلينا بس في حته مهمه في الاخر كده، مش دي انا عايز اوصل المكن. المكن اهي تمام. الشخص المصنع حط الكاد، الملف الكاد اللي عنده حلو، بدأ يظبط الاورينتيشن بتاعه من عن طريق البرنامج المفروض بتاع المكنه. بدأ يظبط الاورينتيشن، المفروض احسن اورينتيشن، هو يعني جرب كتير فعارف احسن اورينتيشن في الموضوع تمام. وصب الباودر وبدأ يدي المكنه اوامر. بص المكنه شغاله ازاي، كأنها تحس اللي هي اللحام بتاع ال اي جي، كان في لحام اسمه ال اي جي اعتقد، يعني حاجه شبه كده. كان اللحام برضه بيستخدم تنجستين بيبقى عالي قوي، فهي نفس الفكره، تيج بيوقع المولت ايه تيج تج. تج تج بالظبط، اي جي مش ال اي جي. طلع المنتج ده، خليك فاكر المنتج ده شكله عامل ازاي، ده ميتال اصلا، يعني ده منتج ممكن استخدمه فعلا فعليا، وهو اصلا كان حاجه بتستخدم، مش فاكر كان ايه صراحه، بس ممكن زرقين استخدمه فعليا فاهم. ايه شبه الزرقين. شبه الزرقين. فممكن استخدمه فعليا، مش مجرد ان انا ايه شكله خلاص. تمام نشوف برضو فيديو تاني، معلش عارف انت زهقت منه من الفيديوهات بس مش يا عم، مشكله. والله حلو ولذيذ. طيب نفس الحاجه، بس هنا بقى انا عايز اوريك ايه الفكره بتاعت ان التيبل، التيبل عندي هي اللي بتتحرك فين، في اكس واي، دي اهم حاجه انا عايز اعرضها. يعني بص بيرجع ويروح يرجع ويروح، امال لو هو عايز يبدا في حته جديده هيعمل ايه؟ المفروض ان يا اما المسار يبقى متصل، يا اما هيضطر يوقف المكنه عشان يبدا في حته، بس هتبقى غلط اعتقد، ان لازم المسار يبقى متصل كده كده عشان يفهم اللي تمام. فما ينفعش تعمل حاجات منفصله، لازم المسار يبقى متصل على بعضه. كان هو حتى بيشرح الكلام ده، قال في كان بيقول كونتينوس حاجه كده بس مش فاكر يعني. المهم لازم المسار يبقى متصل، اللي هو مترابط، يعني هاجي من هنا هطلع الطبقه اللي بعدين هطلع على دي، هطلع على دي، هطلع على دي فاهم، ده كده كده يعني. طيب الادفانتج والديس ادفانتج ببساطه في العمليه دي، انت شفت فهمت العمليه بتتعمل ازاي كصناعه الجوده. انت لو اوكي دورت طبعا في العمليه دي بالذات هتتذكر، انت لو دورت هتلاقي فيديوهات بالهبل في الحوار ده تمام. تمام. طيب بيقول لي ان انا عندي الادفانتج الاوبجكتيف فابريكيتد ار نير نت شيب. كلمه نير نت شيب عشان ما تتخدعش، هو العمليه اسمها اصلا ايه، ليزر انجينيرنج نت شيب. فهو نير نت شيب دي احنا درسناها قبل كده لو تفتكر، ان احنا في اخر عمليه المالتي جيت موديلنج بنوصل عمليه النير نت شيب لاقرب شكل ممكن، وبعد كده بنعمل ايه، بنشغل السي ان سي، وبعد كده ننضف الاويل بعد السي ان، فاكر الحوار ده في المالتي جيت موديلنج ايوه تمام. هو نفس الفكره، احنا بنوصل لنير نت شيب بعد. طب عايز اوصل للنت شيب بالظبط، شغل اعمل تشغيل تمام، عمل تشغيل عاديه. طيب بيقول لي زي ار فولي دنس. الميزه في الموضوع ان الماده اللي عندي بتبقى مكدسه، يعني ايه، يعني التزاحم بتاع الذرات بيبقى الذره جنب الذره على طول، فده كويس، بيبقى كويس بالنسبه للمواد يعني. والجرين ستراكشر، البناء بتاع الاستراكشر اللي عندي كويس، لدرجه ان هو ممكن يوصل تمام هاف بروبرتي سيميلر تو، هاف بروبرتي سيميلر تو او اور ايفن بيتر ذان الانترسينك دي ماتيريال. الانترسينك ماتيريال يعني ايه، يعني ممكن الخاصيه اللي عندي تبقى شبه بالظبط الماده الجوهريه اللي بتتعمل في الاساس، او تكون احسن منها كمان. يعني انت متخيل هنا الدقه بتبقى دي حاجه، عشان كده العمليه زي دي ممكن تكون مهمه جدا. ليه؟ لان هوصل لماده الدقه بتاعتها يا اما في الخصائص، يا اما زي الماده الاساسيه، يا اما احسن منها، انت فاهم، عشان حوار رص الذرات كويس دي. تمام. طيب ال ال ان اس دي اللي هي الاختصار الليزر انجينير نت شيبنج، بنقول هاز فيور ماتيريال ليميتيشن زين الاس ال اس. يعني ايه الاس ال اس؟ هو كان لو تفتكر بيطلع فوق كده في الاس ال اس بيقول لك ايه، انا بستخدم وايد رينج اوف ماتيريال صح، وقعد يعد الماتيريال اللي بيستخدمها. لو جيت الاس ال اس بالنسبه لل ال ان اس، هي مالها يعني ال ال ان اس تقول على الاس ال اس، تقول لها انت ايه ده، انت ليميتد، انت عندك ليميتيشن برضه في الماتيريال. فبنقول ان ال ال ان اس بتستخدم مواد اكتر بكتير من اللي في الاس ال اس تمام. فبيتقال عليها ايه، فيور ماتيريال ليميتيشن، محدوديه قله المواد. محدوديه قله المواد معناها ايه، ان المواد منتشره جدا، لكن في الاس ال اس بالنسبه لها لا، ده لسه يعني اللي زي ما قلت لك، اللي الناس تقول على الاس ال اس ان هي انت محدوده في المواد، مع ان الاس ال اس مكتوب فيها جمله نصا ان عندها وايد رينج اوف ماتيريالز. هنا بقى ايه، ده وايد للوايد، يعني اوسع بكتير من اللي موجود في الاس ال اس. خلاص ده معنى الجمله ده، عشان ايه ممكن الكلمه تخدعك او حاجه، فكره فيور ليميتيشن خلاص.
طيب it doesn't require secondary firing operation. بيقول لك في حاجه اسمها الفايرنج اوبريشن. فايرنج اوبريشن ده ان انا بسخن المعدن اللي عندي او الحاجه لدرجه حراره عاليه شويه، عشان زي مثلا الانيلنج والحاجات دي. تمام، فهنا لا مش محتاج اعمل حوار الفايرنج اوبريشن. تمام، ان انا احرق الماده او اكون الماده او الى اخره. تمام، مش محتاج اعملها اصلا. هي اصلا فكره فايرنج اوبريشن دي في الاساس، عارف انت الطين الصلصال بيحرقوه في فرن عشان يحولوه لسيراميك خزفيات. تمام، فهو الفايرنج جاي من لو بحثت على الاوبريشن بتاعت الفايرنج ده هتلاقي اصلا في الاساس المعنى بتاعها ان انت بتحاول تنسل صل لخزفيات. فهو بيقول لك يعني اي ماده عامه بتبقى ضعيفه ده ببدا اسخنها عشان اسحب منها الميه. تمام، بيسحب الميه اللي موجوده في الجسم في الاسف في الماده اللي عندك، وتبدا تعمل ايه، تبقى اصلب شويه. تمام، بس فبيقول لي مش محتاجه زي ما في بعض العمليات بتبقى محتاجه فايرنج اوبريشن. خلاص طبعا ما في، انا مش فاكر ان احنا قرانا ولا عمليه من اللي فات، بس العمليه اللي جايه فيها محتاجه فايرنج اوبريشن، العمليه اللي جايه، لكن اللي قبل كده اصلا ما كانش فيه ولا عمليه محتاجه فايرنج اصلا، ما اتكلمش عنها يعني، النقطه ما اتذكرتش. فلعل يكون في عمليه محتاجه فايرنج في اللي قبل كده واحنا ما نعرفش. It can also be used to repair part، برضه بتستخدم، ممكن استخدمها عشان اعمل ايه؟ اصلح الاجزاء. العمليه دي ممكن استخدمها بس عشان في جزء اتكسر منه حته عايز اصلحه، اعمل ايه؟ يبقى عليها وعلى الليزر انجينير نت شيبنج، او زي ما بجمدهم، او زي ما بنشئهم. يعني لو في جزء عندي كرسي مثلا رجله اتكسرت، تمام، فانا عايز اكمل. طبعا هو مش كرسي حرفيا، انا بقول مثال من عندي. خلاص، فانا عايز اكمل الرجل دي تاني، يبقى قايل لي الناس. تمام، لان هي كده بتبني نقطه بنقطه، بدناها تعمل الملك النقطه نقطه فهتكونه. فاهم؟ تكوينه يبقى مظبوط مفيش مشاكل يعني. طيب بيقول لي الفابريكيشن والريبير والعمليات، الفابريكيشن والتصليح، سواء كنت بعمل تصنيع، فابريكيشن يعني تصنيع، او تصليح اللي هو قالها في الادفانتج. طبعا دي الابلكيشن، هو ما كلمنيش على الديزادفانتج خالص في العمليه دي. تمام، فالفابريكيشن او التصليح في الانجكشن مولد تولينج، يبقى الابلكيشن هي ان انا حاجات اللي هي المولد تولينج، اللي هي الادوات، بسم الله الرحيم، ادوات الاستنباط، ادوات استنباط البلاستيك، اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل ايه، تصنيع يا تصليح لأدوات استنباط البلاستيك. طب الكلام ده ليه؟ هل ده ممكن أصلا؟ أقول لك ببساطة شديدة، أنا وريتك في الفيديو إن هو في آخر الفيديو خالص عمل إيه؟ طلع منتج يعتبر حديد، مش يعتبر، هو حديد أصلا، أو مادة اللي هي معدن. فاهم؟ والعمليات دي كلها بتاعت البودر بيشتغل فيها المعدن عادي، أنت فاهم الفكرة؟ فأه أقدر أطلع حاجات، منتجات تكون هتشتغل في استنباط حقن البلاستيك. تمام؟ طيب الفابريكيشن، تصنيع اغلب التيتانيوم واي ماده غريبه، اكزوتيك دي معناها غريبه. طب اي ماده غريبه عندي اقدر اصنعها، وكذلك التيتانيوم، و الحاجات اللي بتستخدم في الايروسبيس ابلكيشن اللي هي حاجات الفضاء. تمام، ايروسبيس الفضاء، تطبيقات الفضاء. طيب اخر عمليه خالص عندي في عمليات، يبقى احنا كده درسنا حاجتين، حاجه اللي هي السوليد بيز تكنيك وخدنا فيها عمليتين، كل عمليه كانت صفحه ولا صفحتين. تمام، وخدنا البودر وعرفنا ان فيها سيلكتيف ليزر سنترنج الاس ال اس، والليزر انجينير نت شيبنج لسه واخدينها لل ان اس. تمام، ويمكن من اشهر الحاجات المعروفه جدا، وبرده من اشهر الحاجات المعروفه جدا 3 دايمنشنال برينتنج، ال 3 دي. تمام، تمام. بس هي مش معروفه بنفس درجه يعني، انا شفت اكتر حاجه مشهوره موجوده على اليوتيوب فعلا هتلاقيها هي الليزر، لكن ال 3 دايمنشن ما كانتش موجوده قد كده، بس الفيديوهات اللي موجوده فيها من 7 سنين. تمام، فبقى سواء كان هم مهملينها سواء هي مهمة مش مهمة، دي مش دليل قوي، بس يعني هتلاقي فيها فيديوهات يعني. طيب 3 dimensional printing اللي هي تالت عملية في عمليات الباودر، خلي بالك عشان الكلمة دي غلط، في عمليات الباودر بيز تكنيك، تالت عملية بيقول لي ان البارت اللي بيقول لي فيها يعني ان البارت اللي بيتصنع لاير باي لاير. طب ما احنا عارفين ان اي بارت اصلا لازم يتصنع، يعني احنا شغالين في الاديتيف مانيفاكتشر كله لاير باي لاير، يعني طبقة بطبقة. يوزنج، هنا بقى الحته المهمه، انك جيت برينتر. يعني ايه انك جيت برينتر؟ برينتر فيها حبر، خلاص، تمام، برينتر فيها حبر وباصق، حاجه اللي هي المدفع يعني ينزل الحبر ده. تمام، طيب بيقول لي تو اجكت عشان اربط الادهيسيف بوندنج ماتيريال، اعمل مواد رابطه بين الماتيريال انتو سكسيسيف لاير اوف باودر. يعني ايه؟ يعني بجيب باودر، تمام، واحط عليه الانك جيت، الانك اللي عند الحبر، الحبر ده بيبقى صمغ، تمام، نوع من انواع الصمغ يعني، ويلزق طبقه البودر دي على الطبقه اللي قبل منها وهكذا. تمام، طيب من ضمن الموضوع ان ممكن الحبر اجيبه ملون عادي، فبالتالي اقدر احصل على اجسام مالها ملونه. تمام، وملونه بالوان مختلفه. هل
طيب طبعا برضو العملية دي مش هنقدر نفهمها غير لما نشوف فيديو، فهوريك آخر فيديو عشان ده آخر حاجة هتتشرح، فده آخر فيديو خالص. الجامعة مش عارف اسمها ايه صراحة، بس ربنا يرزقنا بجامعات زي دي. يعني قالت لك احنا هنصنع حاجة كده 3 دي، مش عربية يعني، انا عارف انها عربية بس انا عشان الصوص بقى عامل فاهم حماس الناس تتشوق السسبنس ده. فدخل على اي برنامج كاد وقعد يصنع المجال، قال له حط العربية بتاع ولا افخمها زد فاست تمام. فالمهم طب معاك طبعا عمل هنا ايه المثلثات والحاجات دي مالها دي ايه ال STL فايل، مثلثات طالما شايف مثلثات وتقسيمة مثلثات والجودة يبقى دي STL فايل تمام، وحطها على المكنة. المكنة هتعرف STL فايل وهتعرف الفورمات وكل حاجة، والمكنة دي بيبقى فيها ان الحبر تحدد الالوان اللي عندك، مجرد ما يعني تدي مثلا الحبر في المنطقة دي يبقى احمر، حبر هنا ابيض، فما يقعد يحدد الحبر هنا جراي، فكمان بيقدر يظبط الايه الالوان، وهنا الحبر ايه ادى السطح ده ان الحبر بتاعه اسود. فالمكنة وهي بتطبع هتحط كل واحدة بالحبر بتاع اللون، يعني الحبر يكون باللون بتاعها، انت فاهم الفكرة؟ أيوة. وهيختار طبعا الاورينتيشن المناسب زي ما بنقول. حلو، طبعا هو عمال كان بيوريك 3 دي بس الاورينتيشن هو مختار الاورينتيشن ده اصلا تمام، في الاكس واي يبقى الاورينتيشن ده، وفي الزد وهو طالع هيبقى الاورينتيشن عندك اهو فاهم، بس هو كان بيفرجنا بس على الشكل ال 3 دي هيبقى عامل ازاي. وتبدا تشوف دلوقتي ده اول حاجه حط طبقه بودر اهي، والامك اللي عنده بص في حبر اهو البتاع بتاعت الحبر دي هي دي اللي عماله تنطر دي، برضه عماله تنطر في الحته الحبر اللي هي بتاع بالوصله بتاعته دي تمام. طبعا اول حاجه ادي اول ده اول سلايس خدها خالص، اول طبقه عباره عن 4 خطوط تمام. ليه؟ لان الكاوتش في الاول خالص هيبقى عباره عن كام خط، ال4 كاوتشات عندها هيتمثلوا بكام خط في الاول خالص؟ تربة ب4 خطوط بس. فهو انت حاجه دايره، فالدايره اكيد هتمثل يعني السيرفس بتاع سلندر مش دايره اسف، فاكيد في اول طبقه خالص اكس واي هتمثل كخط اساسا تمام. وهيبدا بقى يوريك هنا ان المفروض يحصل البودر، يعني العمل دي تنزل برضو والبودر يتزق، وبعدين يتحط ايه انك تاني حبر تاني وهكذا، ده ان يطلع بالعمليه. بيوريك حاجه بسيطه بس كده ان دوت بيتصلب، وان الانك بيتحط على البودر من فوق والبتاع دي تنزل، يروح يجي لي بودر تاني الانك ينزل يصلب الحته اللي على الدور وهكذا تمام. بعد كده في الوسط وصل لنص كده، وصل لنص ال لنص ال بسم الله الرحيم العربية تقريبا، لأن هنا في الاكسدام اهو بتاع قدام اللي كان عامله، وفي أجزاء بدأت تظهر أكتر برضه ليها علاقة بالعجل دي تمام. طيب هيبدأ برضه يكمل، مش هقعد يوريك بقى كتير، هو برضه هيوريك هنا الحتة دي بس مش هقعد يوريك كتير قوي، بس هيقعد او انا حتى هعدي اهي برضو بص بص وراك نص العربيه بالظبط لو تفتكر، لو يعني لو خدت بالك في الحته الجايه بص هو حتى عدى نطرها كده، بس كان نص العربيه باين هنا صح. بالفكره الالوان اللي انت عايزها في كذا مدخل، في كذا جيت في البتاع دي، كذا مدخل كذا مخرج اسف، بكذا حبر بكذا نوع حبر، فبتطبع الحبر عادي بسهوله جدا تمام. انت معايا شويه ايوه معايا. ولا تمام؟ وهيكمل على الحوار ده كده كده كده، حبر على البودر والحبر هو اللي بيلزق البودر تمام، وطالع طالع طالع هكذا لحد، وحط كمان الشعار بتاعه، حط الشعار بتاعه بتاع الجامعة، بس الجامعة عندها المكنة دي أصلا تمام، ممكن تكون هي راحت برضو عشان ما نظلمهمش، ممكن يكون راحوا إيه راحوا المكان فيه المكنة يعني. المهم وإيه بدأ ينظف الإيه البودر المتبقي عشان الصمغة أكيد لزق في حبة بودر تانيين وهو بيتحرك تمام، فهتلاقيه بدأ ينظف في البودر المتبقي ويبدأ يعمل. طبعا طلع معاه تقريبا في عجلة اتكسرت باين، أعتقد في عجلة اتكسرت، والحتة دي بدأ ينظف خالص تمام، كانت في عجلة مكسورة يعني، هو بيخدعونا صراحة. شوف اللقطة اللي قبل دي بص، كانت في عجلة مكسورة حرامية أنا والله، مش مشكلة. المهم الشكل انت فهمت، شفت البتاع عملية عاملة ازاي. تعال بقى نشرح، يبقى لما تقرأ الحتة دي تاني ان دي انك جيت برينتر، خلاص انا فهمت يعني ايه هو يقصد ايه بانك جيت برينتر، ان انا عندي صمغ او انك حبر يعني، والحبر ده هو اللي هيلزق سطح الاسطح بتاع الايه بتاع البودر اللي عندي. طيب اول حاجة بيقول لي البودر ماتيريال ديبوزيت ان سكسيسيف لاير از ان اس ال اس،
اس ال اس دي اللي هي سيلكتيف ليزرنج او سيلكتيف ليزر سنترنج، تمام. كان بيقول لك نفس الفكره بتاعه تتابع، ان انا بعمل سطح في السيلكتيف، بعمل سطح وبعد كده السطح ده يتجمد بالليزر، وبعد كده ازق عليه مين باودر، وبعد كده بتاع او البتاع دي تنزل، بعد كده تزق عليه باودر لما دي تطلع، وهكذا، تمام. هي نفس العمليه دي، بيقول لك يعني هو قصده يوصل لك ان هي نفس العمليه في الاس ال اس. بيقول لك الباودر ماتيريال از ديبوزيت، بيتم ترصيبها كما في لاير، عن طريق لاير ناجحه يعني، او عن طريق لاير محققه كما في الاس ال اس. طيب ذا رولر ديستريبيوتد، الرولر اللي عندي بيعمل ايه؟ بيشيل من ناحيه يحط في الناحيه الثانيه، ديستريبيوت وكومبريكس كومبريس اسف، ديستريبيوت وكومبريس مين؟ ليه الباودر ات ذا توب اوف فابريكيشن شامبر، عند السطح من فوق يبدا يعمل ايه؟ يعمل ديستريبيوت، يوزع الباودر اللي عنده، وكمان بيضغطه وهو ماشي عليه، تمام. طول ما هو ماشي عليه بيضغط. بعد كده بيقول لي المالتي تشانل جيتنج، يعني ايه مالتي تشانل جيتنج؟ انا عشان كان العربيه ازاي طبعها بكذا لون، البتاعه بتاعت الحبر اللي هو عنده، هو ما وريهالكش بس في المكنه، بس فيها كذا ايه؟ فيها كذا شد، فيها كذا مخرج، وكل مخرج له ايه؟ له حبر، الحبر ده بلون معين، تمام، عشان يقدر يطبع بكذا لون، خلاص؟ المالتي تشانل جيتنج هيد سيكونستينسلي، يعني ان يكون ديبوزيت اليكويد اديسيف، بيعمل ايه؟ بيرصب الليكويد اديسيف اللي عنده، اللي هي الماده اللي عنده بتاعت الحبر دي، بسم الله الرحمن الرحيم، ثواني بس عشان الحته دي نسيت الترجمه بتاعتها، استنى اشوف الدقيقه كام عشان ابقى منتج. ده 1:06، ما قعدناش كتير برضه. يكون بس نفس الدرس من مدة 2009، تمام. بيقول لي المالتي تشانل جيتنج هيد سيكونستنسلي، دي ديبوزيت ليكويد اديزيف ان تو دايمنشنال باترن، يعني ايه؟ يعني الرأس بتاع النفس اللي هي بتاع المواد اللي هي بيبقى فيها اكتر من مخرج زي ما قلت لك، بيقوم بان هو يعمل ايه؟ يرصب الماده اللي عندي، الماده دي بتكون لاصقه، ليكويد اديزيف دي لاصقه يعني، في محور في نمط ثنائي الابعاد، هو دايما بيرصبها في نمط ثنائي الابعاد، وكل المواد بتنص يعني كل العمليات بتاعت الاديتيف بروسيسنج يعني عندي بتشتغل في لير بتكون اكس واي، وبعد كده الحركه هي اللي بتديني زد. طيب بعد كده بيقول لي انتو ذا لير اوف ذا باودر، على يعني بيرصبها على الباودر اللي عندي، which become bonded، واللي بيخلي فيه ترابط في الباودر، تمام، او يلزقها في الباودر، يلزق الباودر في بعضه، in the area where the additive is adhesive as if is deposit، تمام، بيخلي المنطقه بتلتصق في اللي تم فيها الترصيب، تمام، to form layer of object، عشان يكون طبقه من الماده، خلاص. يبقى انا الباودر اللي عندي لما انزل عليه الانك، المنطقه اللي نزل عليها الحبر دي هتعمل ايه؟ هتتجمد، عشان يعمل ايه؟ عشان يتكون الماده. ده مش بس هتتجمد، لما يجي عليها الباودر اللي عليه الدور هتبدا يبقى في حتت لازقه في بعض، خلاص، تبدا تتبني الجسم على بعضه بهذه الطريقه. طيب بعد كده بنقول ايه؟ بنقول ان انا عندي once layer is completed the fabrication piston moves down، يعني اول ما اللير تتم اللي بيحصل للبستون بينزل، ليه؟ عشان by the thickness of layer بينزل بالطبقه بتخانه اللير اللي عليها الدور اللي هو عايز يعملها، ليه؟ عشان اللي يعمل البروسيس ان هي تحصل ريبيتد تاني، تتكرر تاني، والباودر يبدا يتزق من الباودر بيد، البتاع دي اسمها الباودر ديليفري او الباودر بيد، فيتزق من الباودر بيد اللي عندي. طيب افتر كومبليكيشن، بعد ما اخلص خالص المصعد بيطلع لفوق برضه، نفس الكلمه، اي حاجه فيها مصعد بعد ما بنخلص خالص بنخلي المصعد ماله؟ يطلع لفوق. ليه بيطلع لفوق؟ عشان يطلع لي النموذج، ما هو النموذج جوه مش هسحبه اكيد، فبروح مخلي المصعد يطلع لفوق وبيسيب الاوبجكت اللي عندي، بيسيب النموذج، وطبعا بيزق الاكسترا باودر برش ده واي، بنروح شايلين اي باودر زياده بنشيله بننضفه يعني. بيقول لي نو اكسترنال سبورت، الماده دي برده نفس الفكره، مفيش اكسترنال سبورت فيها ريكوايرد during فابريكيشن، سينس الباودر بيت سبورت اوفر هانج، يعني فكره ان الباودر دوت هو بيديني السبورت. نفس الكلام، لا اعتقد دي ما كانش فيها نفس الكلام، فممكن دي تكون محتاجه سبورت عادي بس هو ما اتكلمش عنها. طيب كان نفس الكلام في الاس ال اس، يعني العمليه بالتناسق بكل حاجه شبه الاس ال اس قوي، والاس ال اس والاس ال اس اسف، والعمليه دي هما الاثنين شبه مين؟ العمليه الاولى خالص اللي هي كانت الاستيروليثوجرافي لو تفتكر، تمام؟ تمام. اخر حاجه خالص في البتاع ده، انا عارف ان احنا زهقنا سوا، تمام؟ الادفانتج ان هي سبيدي فابريكيشن،
التجميد او التصنيع بتاعها عالي جدا بسرعه اند لو ماتيريال كوست، والتكلفه بتاعت المواد مش غاليه خلاص، لان انا كده البودر موجود عندي والماده الصمغيه ما بتبقاش غاليه. طيب اتس بروبابلي، هنا الكلمه اللي بتديني احتمال ان دوت الاسرع، اتس بروبابلي ذا فاستد، احتمال كبير ان ده الفاستد نفس اوف اور الجملة اوف اول ار بي. تمام نفس الجمله هناك يعني، خلاص بالظبط، مش مشكله يعني. انا مش فاكر اصلا الجمله هناك بس خلاص هي معايا. نفس فممكن الجملة تكون دي ماشي، ممكن تكون دي والمالتي جيت موديلنج، الاثنين بيبقوا الاسرع يعني. طيب الكولر اوت بوت ار افيلابل، يعني ان انا اطلع حاجات ملونه متاح، زي ما في المالتي جيت موديلنج برضو ان انا اطلع حاجات ملونه متاح. طيب بعد كده بنقول ديسادفانتج، الديسادفانتج اللي عندي الليميتيشن اللي موجوده في الماده، والريزوليوشن اللي عندي ما بيبقاش احسن حاجه، والسيرفس فينش مش كويس، والبارت فريجالتي دي معناها هشاشه الجسم اللي بيطلع بيكون هش. تمام وافيلابل اند الافيلابل ماتيريال، طبعا المواد المتاحه مش كتير خلاص. طيب بعد في من ضمن الحاجات التانية ان انا بضطر اعمل هيت تريتمنت، يعني في بوست بروسيسنج او كيورنج. بوست كيورنج يعني انا بعمل هيت تريتمنت اللي هو ايه، برفع درجه حراره 120 سيليزيوس لمده ساعتين، لازم اي منتج اطلعه ارفع درجه حرارته 120 سيليزيوس لمده ساعتين. ده ليه؟ عشان احسس الخصائص، عشان احسن الخصائص المعفنه اللي هنا دي اللي بتاعت هشاشه الماده ومش عارف السيرفس فينش الوحش، احسن ده كله، فبطلع بضطر اعمل هيت تريتمنت. بيقول لي انا شغال على سيراميك، تمام انا شغال على سيراميك، فهنا بقى محتاج اعمل فايرنج. يعني ايه فايرنج؟ تاني قلت لك الفايرنج ده اصلا التين الصلصال بنعمل ايه، بيسخنوه عشان يسحبوا المايه منه. هو نفس الفكره، انت لو سيراميك اصلا فبيكون باودر، السيراميك عباره عن باودر صح، انت عامل سيراميك باودر، فلما قعدت تلزق الحاجات في بعضه هو لسه باودر بس ملزوق في بعضه، فعشان تحسن الخصائص بتاعت السيراميك اللي انت حاطه ده بتسخنه لدرجه حراره 1000 او 1000 ونص، تسحب منه الميه فتحول لخزف او سيراميك يعني بشكل كامل خلاص. هي نفس الفكره اللي في التنس الصلصال بالظبط. فكلمه فايرنج دي لو تفتكر كنت بقول لك فوق في اللي قبل منها ان هي بيقول لك مش محتاج فايرنج كما في مواد تانية، هنا من المزايا انه مش محتاج فايرنج كما في مواد تانية، لا الكلمه دي. ففايرنج هي معموله اصلا للسيراميك، يعني حتى هنا اتذكرها لك طبعا للسيراميك، بيقول لك ان لو عندي سيراميك بضطر اعمل فايرنج من 1000 ل 1000 ونص عشان الجسم اللي عندي الميكانيكال بتاعه يتم، يعني خصائص الميكانيكيه والريفريكتوري سترينث اللي هي القوه او الاسترستات اللي انا محتاجها تكون معموله بشكل كامل خلاص. ترجمة تمام بس كده الفيديو ده خلص.